بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة تطوير الخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم درسا بعنوان النقد الأدبي. ماذا نقصد بالنقد الأدبي؟ النقد الأدبي هو دراسة الأعمال الأدبية والكشف عما فيها من جوانب القوة أو الضعف والجمال أو القبح، ثم بعد ذلك إصدار الأحكام النقدية المناسبة عليها. ما معنى ذلك؟ دراسة الأعمال الأدبية. ما هي الأعمال الأدبية؟ هي الشعر والقصة والمسرحية والمقالة إلى آخر ذلك. هذه الأعمال يقوم الناقد الأدبي بدراستها والكشف عن جوانب القوة التي فيها أو الضعف والجمال أو القبح، ثم يصدر حكمه على هذا العمل الأدبي ويبين ملاحظته سواء كانت إيجابية أو سلبية. فالشعر مثلا يدرس من خلال معانيه وعاطفته والصور الخيالية والإيقاع الموسيقي، كذلك القصة يتم دراستها ونقدها من خلال الفكرة والحوادث والشخصيات والزمان والحوار والحبكة الفنية، ثم يصدر الناقد الأدبي حكمه عليها. النقد الأدبي وظيفته إما أن تكون وظيفة فنية جمالية أو وظيفة عملية. الوظيفة الفنية الجمالية تختص بالنص الأدبي ذاته شكلاً ومضموناً، حيث يقوم النقد بتفسير النص الأدبي وتحليله والحكم عليه بالجودة أو الرداءة. ما يدرسه النقد في مجال الشكل فهو يدرس لغة النص ومفردات النص، كذلك أسلوب النص وصور النص الفنية وجرس النص أو جرس ألفاظ النص وإيقاعها، ويسمى الإيقاع الموسيقي. هذا ما يخص الشكل. أما المضمون فهو يهتم بأفكار النص وما فيها من الجدة والابتكار، وكذلك يدرس ويهتم بمعاني النص الكلية والجزئية، ويراعي رؤية الأديب الخاصة وتمثل الأديب للقيم والمبادئ والعلاقة بين الشكل والمضمون. أما الوظيفة العملية فهذه الوظيفة تخدم كل من الأديب والقارئ وكذلك الحياة الأدبية. كيف ذلك؟ بالنسبة للأديب فالنقد يقوم بدراسة إنتاجه الأدبي فيبرز جوانب القوة والضعف لديه ويصحح مساره ويرعى موهبته الأدبية وينميها. أما بالنسبة للقارئ فالقارئ يحتاج إلى ناقد جيد ومتمكن. لماذا؟ لأنه سيساعده على فهم النص وتقريبه له، وكذلك يضع بين يديه روائع الأدب وعيون القصائد فيساعده على حسن الاختيار. أما الحياة الأدبية فالنقد يمسك بدفة الحياة الأدبية فيساعد على رقي الأدب وتطوره وارتفاع مستوى الإبداع وتنمية الذوق الأدبي العام. لماذا؟ لأن الأديب عندما يكون هناك من يقوم بتقييمه وينقده سواء بالإيجاب أو السلب، فإنه سيجتهد ويسعى إلى كتابة فن أدبي جميل راقي ينافس به زملائه الكتاب. في الختام أعزائي الطلاب، تعرفنا اليوم على وظيفة النقد الأدبي، وقلنا هناك وظائف جمالية تهتم بالشكل من حيث لغة النص ومفرداته وأسلوبه والصور الفنية والإيقاع الموسيقي، وهناك جانب يهتم بالمضمون
الأفكار والمعاني ورؤية الأديب وتمثل الأديب للقيم والعلاقة بين الشكل والمضمون. أما الوظيفة العملية فهي تخدم الأديب والقارئ والحياة الأدبية. في الختام نشكر لكم حسن استماعكم، إلى أن نلتقي في درس قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.